تدخل بسيط، تدخل بسيط، هلا حتى لا تطاول الألسن والعقول النيرة. كنحترمه، أنا شخصيا أحترم كل محترم، إنسان محترم أحترمه. وتعقيبا على مداخلة ديال الخوت ليوقفوا مع قدور قدور المهضور قدور المهضور، والناس اللي كدير استجوابات مع، كنقصدك اخويا الفحصي، كنقصدك اخويا الفحصي، إذا ما فهمتيش الرسالة ديال قدر ما فهمتي والو في الحياة. أنا معارض، كنوقف مع نظام يعارض. أنت عند بالك بأن الإذاعات الجزائرية تعارض النظام، سقطتي فرطة ورطة وضيعتي عندنا الفرصة. وأنا أعتذر لكل المعارضين الجزائريين للنظام الجزائري والنظام المغربي. أنا ما كان أعتبرش إنسان يعارض في الجزائر ويبوس اليد في المغرب، أنت لست معارض. وهذه هي المشكلة دار الفحصي، بلا ما تعرف أو لا عارف أنك كتبوس اليد الجزائرية، كتبوس كتمدح نظام. ما كنهضرش على الشعب، الشعب ديال مليون مليون ونص ديال الشهداء، بلا من ديال المواطنين الأحرار. أنا لا شهيد عندي، أنا ما كنشهدش الشهداء جنة تخرى داك الخرى ديالكم كاملين احيدوها. انسان هادوك الناس اللي ماتوا على الارض، على التربة، على الوطن، على الجبال ديالهم، على البحار ديالهم. ها، فانت من كدير عقدة مع واحد ومدعوك مناضل من امريكا، انت اصبحت مناضل من امريكا، من امريكا. دابا نقارنو بينك انت وبين السي قدور. قدور شهد انت، قول لي نعافك، وجه المقارنة. كاين شي مقارنة بيناتكم؟ مناضين كلكم مناضين، ولكن قارن راسك مع هذاك الانسان، ولا نقارن انا راسي مع هذاك الانسان، ولا معاك، ولا ويسال. المهم ماشي مشكل. في الخلاصة أنني نمشي لعند مستعبد الشعب وكنوقف معاه ضد الشعب ديالي، كتوقف مع مستعبد، مستعبد ماشي مستعبد، مستعبد آخر. يعني رسالة كانت واضحة وسالت عندي الهضرة. هذا هو الفقه، الفقه الثقافي اللي عندكم نتوما. كنهرب من المستعبد ونمشي عند مستعبد اخر باش نوري الارض ديالي بان انا واعر. كتخراو عنا اخوتنا، كتخراو عنا اخوتنا، كديروا عنا كاكا، واش كتعرفوا بان كديروا كاكا؟ هاد الرساله خصها تدوز. وانا كنحيي الاخ قدور، علاش يعني كلا العصا وكلا من الزباله من النظام، ولكن ما مشاش للنظام اخر. هو يقول له اجي تاكل، اجي انا عندي غير تاكل. لا لا، هذا هو الفرق، الفرق يا اخي الفحصي. خريتي جالس، جالس وخريتي.
كون غا مشيتي للطواليت وخريتي ما شافك تعبها خريتي عنا حنا. ما بغيتش نقول شي هضره، كنتمنى بان الاخوه الاخوات الحرات الاحرار يقولوا الموقف ديالهم. انا ماشي حبا في الملكيه ولا ونقول لك لا تعاملتي مع نظام، لا كتعامل مع نظام نفس النظام. تصور السيل في حصيه كتعامل مع نظام قمعي. تحيي المعارضة الجزائرية، تحيي الإخوة والأخوات الجزائريين اللي ما جوش عند الملك مناصرة القضية ديالهم، وحنا جينا عند الملك. الملك عنده مشكل مع الجزائر. شتي فين خرات يا سي الفحصي؟ ما كنتش بغيت نقول هاد الهضره ولكن ضريتيني يا خويا وضريتيني. انا مضطر باش نقول الهضره وانا مضرور من الكلام ديالكم. وكدير لها بيبيسيتي، راقب وتابع دوزيما، راقب وتابع لنا لقاء مع من كتطلق مع البي بي سي. تلاقيتي مع الجزائريين، الجزائريين عندهم مشكل، راه انت اللي عندك مشكل ماشي هما، هما راه ما عندهم حتى مشكل، راه انت اللي عندك مشكل يا اخي الفحصي. تحية لك، تحية على ما قدمته للتوعية. رد بالك يا صاحبي، راه تحتي في واحد المنعطف خاوي. كنقول لك انا انا ما عنديش المفردات ديال اللغه العربيه والفرنسيه والانجليزيه الامازيغيه، ما عنديش. انا كنعرف غير المعقول. راك تحتي في الخرا، هذه كاينه، هذه معروفه، هذه كيتقلقوا عليها ناس. انا كنقول الخرا، راك تحتي في خريه، نغمستي في الخرق ديال الجزائر. نصرة، انت كتعتقد بان النصرة انك تعطي الصوت ديالك القناة الجزائرية عيطوا لك، وانت مفخرة كتوري الناس راه شي راه عيطوا لي انا هضرت. وهضرتي علاش؟ فهمتي الرسالة سي الفحصي؟ فهمتيها؟ كانت هذه الناس كلها ماشي حب في الملكيه ولا لا، هذه نصره ديكتاتوريه مع ديكتاتوريه. كتهرب من ديكتاتوريه وكتمشي تناصر ديكتاتوريه اخرى اعلى. فنيابه على كل الاحرار المغاربه، انا اعتذر للمعارضه الجزائريه، انا اعتذر باسمي وباسم الناس الاحرار اخوتي الجزائريين. تحياتي لكم. الفحصي قول لي شحال ديال الجزائريين جاوا هربوا من تما وجاوا نصرة من عند الملكية باش تنصرهم. شتي فين خريتي دابا؟ شتي فين خريتي؟ ما اوكي، تحيه المعارضة الجزائرية كما قلت. استسمح باسم المعارضة المغربية اللي هي نفس المعارضة الجزائرية. أحبة ماشي في الله ولا الوطن ولا في الإنسانية، قبل من كل شيء، بدون إيديولوجية. عاد كيدخل الجوار، كتدخل جغرافيا، كتدخل التاريخ، كيدخل. أحيي كل معارضين للنظامين الجزائري والمغربي. تفهمنا الخوت؟
احنا عندنا مشكلتين، نظام ونظام، نظام ديال الخرا ديال العبودية ونظام ديال الجنرالات. احنا حصلنا الوسط، احنا حصلنا الوسط. ما تعاطفوا لا مع هذا ولا مع الاخر، نساو ديك الاسطورة مقاومة النظام. النظام ان الشعب ديال الشعب ديالي راه في الجزائر، الشعب راه خوتي هذوك. كتخلص على عندك سفارة هنا وسفارة، عندك جوج سفارات. النظام الوحيد اللي عنده جوج سفارات، عنده سفارة في فرنسا ديال هذا، وعنده سفارة ديال البوليزاريو كيخلص هذاك الحزاق، داك الخدام، الخدام كيخدم تما كياكل كيشرب. وخويا الجزائري بحالو بحالي، انا لا افتخر. الشعب الجزائري يا ان كيتقصح، وانت تشري لي سفارانا، دير سفاراتي. علاش خوانا بجوجكم؟ النظام الجزائري والنظام المغربي كيتعاونوا علينا احنا، باش كيضربوك انت يا الشعب الجزائري وكيضربوني انا كمغربي. تحية لكم الخوت، تانكي جماعة، اوكي.